اهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا مع العرفه. اهلا وسهلا بك. يا هلا والله. عباره الاسبوع الشقردي شرحا وافيا. شوف يا ابو سعد، انتشرت العباره ذي في الاونه الاخيره، فانا شقردي باني طالب علم والعالم لغه جليل مثلي لازم اشوف. طبعا الكلمه ليست عربيه، الكلمه فارسيه، فحاولت التقطها من المعنى العامي، لقيت 6 معاني. المعنى الاول تطلق على الشخص النبيه الذي يعتمد عليه وقادر على إنجاز العمل بدقة، والشقردي أيضا صفة للرجل الطموح المتحمس مثلك قوي الشخصية. هذا معنى. المعنى الثاني أنه البعض ينسب الشقردي إلى اللهجة الكويتية ويقول تعني الشخصية المرحة التي لا تمل من إنتاج النكت مثلي أنا. طبعا مرة لك مرة لي. وفي اللغة الفارسية تطلق بحرف الكاف الشقردي، طبعا ما تختلف، كل ما يكوكو يقوقو ويجوجل، ولها أكثر من تعريف. يقولون أن معناها تقني، ويقال أن معناها أيضا الفارس الشقردي الرجل النشيط المجتهد في عمله. آخر تعريف يقول لك كما نجد تعريفا سادسا فارسيا يقول أن معنى كلمة شقردي في الفارسية طالب أو صبي يتعلم الصنعة زي الحرفي، وتطلق أيضا على الجارية في قصر السلطان إذا ما قضت مدة من الزمن وتعلمت فيه. جميل. طيب شكرا يا دكتور، روح غرائب الفتوى.